اهلا البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه نسيمة ادريسي كيتشن. اليوم ان شاء الله فيديو جديد اللي غنحضروا فيه كوكيز ديال الشكلاط اللي كيجيو رائعين وغزالين، وان شاء الله يعجبوا حتى وليداتكم. خليكم معايا وتابعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخير. بالنسبه للمقادير فغادي نحتاجوا بيضه واحده، 8 معالق كبار ديال السكر سنيده، ساشي ديال الفاني، 4 غرام ديال خميره الحلويات ما يعادل نص خميره، 40 غرام ديال الشوكولات المر البودره يعني قبصه ملح، 150 غرام ديال الزبده مذوبه، هنايا راه مذوبه نص دايبه يعني ما مذوبهش كامله. وغنحتاجوا ايضا 250 غرام ديال الدقيق الابيض ولي بيبيت ديال الشوكولا. اول حاجه غادي نبداو بها غادي نطربوا هذيك الزبده اللي مذوبه. كيف قلت لكم انا راه مذوبتهاش كامله يعني راه غير نصف ديال اللي دايت، وغادي نطربها مع ساشين ديال الفاني ومع سكر سنيده. هنا راه عندي تقريبا 8 المعالق كبار، اللي بغى ما كيبغيهمش حلوين بزاف يعني يقدر يدير 7 ولا 6، انا درت 8 وجاو عيني هما هادوك ما يعني ما حلوينش بزاف. ودابا غادي نطربهم مزيان حتى يتجانسوا لينا مزيان وحتى ديك الزبده تذوب، عفوا السنيده تذوب مع الزبده. غادي نستمر هكا بالتطريب حتى تولي لينا بحال الشكل ديال الكريمه. ها انتما كيف كتشوفوا يعني كيف ولات يعني راه بحال الكريمه تقريبا. دابا غادي نزيد عليها واحد القبيسه ديال الملح، غادي ندير بيضه، وغادي نعاود نطربهم. وكيف قلت لكم يعني التطريب راه خصو يكون يعني مزيان مزيان حتى كتحسوا بهم راهم تجانسوا. دابا غادي ندير 40 غرام ديال الكاكاو المر او ممكن يعني او ما يعادل 2 معالق كبار، ثم غادي نطربهم مزيان. دابا غادي نزيد عليه الدقيق، غادي ماديش نديرو دقه وحده، غادي ندير فيه بشويه بشويه، وغندير هذيك نصف خماره او 4 غرام. هو غادي نطربو مزيان حتى يتجانس، عاد غادي نزيد الكميه الاخرى. صافي دابا غادي نزيد الكميه اللي بقات وغادي نبدا نجمع فيه باليد ديالي، راه ما كيحتاج لا دلك لا حتى شي حاجه غير كتجمعوا فقط حتى كتحصلوا على واحد العجين اللي ما قاصحش وفي نفس الوقت ما يعني ما جاريش، يكون بين وبين بيكون كيتجمع. وانا هنا راه ما قداتنيش هذيك 250 غرام، زدت يعني تقريبا 50 غرام ديال الدقيق، يعني نتوما على حسب النوعيه ديال الدقيق تقدر تقدكم هذيك ال 250 وتقدر تزيدوا غير واحد 50 غرام، يعني حتى الجهد حتى يتجمع لكم ويولي لكم الخليط ديالو بهذا الشكل هذا، يعني يكون ما قاصحش في نفس الوقت كيف قلت لكم يعني ما يكونش مرخوف بزاف. صافي دابا غادي نديرها في السلوفان بعد ما جمعتها، وغادي نديرها في الثلاجه ونخليها ترتاح واحد نصف ساعه، عاد غادي ندوز باش نكورها وندخلها للفران. صافي دابا من بعد ما ارتاحت ليا واحد نصف ساعه، دابا غادي نشكلها كويرات، يعني نتوما على حساب الاختيار ديالكم بغيتوهم كبار ولا صغار يعني ولا متوسطين، انا هنا درتهم يعني متوسطين، يعني كتاخذوا لابار اللي باغين نتومايا. وكتزينوهم بهذوك لي بيبيت ديال الشوكولا، الا ما كانوش متوفرين عندكم هذوك لي بيبيت يعني تقدروا ديروا غير طريفات صغيرين ديال الشكلاط، ولكن من الاحسن يكونوا هادو حيت هادو ما كيذوبوش.
يعني واخا كيطيبوا داك الشكلاط ديالهم ما كيدوبش. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى نعمر الطاوه كامله، وغادي ندخلهم الفرن، غادي نشعل عليهم غير لتحت في درجه الحراره 180، وهما راه كياخذوا الوقت يعني نصف ساعه ما بين 25 دقيقه حتى 30، يعني ما تخليهمش بزاف في الفران حتى يقصاحوا. الا زدتوهم طياب راه كيوليو قاصحين بزاف، يعني غير شويه يبان لكم صافي راهم طابوا، ديك الساعه طفيو عليهم وحيدوهم. الا زدتوهم طياب اكثر من اللازم راه كيجيو قاصحين. وها هما من بعد ما طيبتهم هما يلا خرجوا من الفرن، هذا هو الشكل ديالهم كيف كيجي. وكيف قلت لكم انا ان ما تكثرش عليهم الطياب بزاف، ما بين 20 دقيقه حتى 30، يعني ماكسيموم 30 دقيقه. وهذا هو الشكل ديالهم، كنتمنى انهم يكون عجبكم، نتمنى ايضا انكم تجربوه. ولا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، واللي اول مره غادي يزور القناه يضغط على زر ابوني ويضغط على الجرس باش دائما يبقى يوصل جديد. في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.